اليوم ضيفتنا رشا حموش المديرة التنفيذية بفارم زونز. صباح الخير. صباح الخير. وينك يا عمي؟ اشتقولك الناس. طبعا. أهلا وسهلا فيك. صار عندكم مشكل؟ صح، صار عنا مشكلة صغيرة يلي هي انه نحن ما بنحب نزعل العالم واللي بيتابعونا على طول والزبونات تبعنا واللي بيشتروا من عنا دايما، يلي هي انه نحن ما حبينا نبيع على سعر غالي بما انه الوضع منه منيح وشبق الدولار كتير. فكل الوكلاء وقفوا تسليم وصار في مشاكل ب البرودكتس اللي موجودين بالبلد، يعني صار في نواقص، صار في اشياء غليت كتير، فاضطرينا انه نوقف شوي كرمال نقدر نظبط اسعارنا. ما نغلي مثل ما مغلى السوق ابدا، اسعارنا بعدها كتير مقبوله، واضطرينا انه نتاخر شوي توصيل بين اليومين وثلاث ايام عمل كرمال نقدر نلبي كل العالم بالاسعار اللي هن فاتوا كرمالها، يعني اللي هن قاصدين فارم زونز كرمالها. وبهالوقت استغليتوا الفرصه وصار الموقع صار شو اسرع اهون بكل شيء تغير. تفضلي ستنا دنيا. يلا هلا مثل هلا رح نفتح الصفحه على الايباد او يعني الفورمال تليفون اذا فينا نقول farmzones.com مثل ما عم نشوفها. كل الخيارات موجوده، هات لنعمل اوردر. شو رايكم؟ نقي عبدو شو عبالك تشتري؟ مثلا هات نقينا هون. اوكي، عملنا طلب ثمن. اوكي، في خيارات فاست ديليفري 24 اور. هون هي انت كبس تدغري على اد تو كارت، يعني هو الشخص اللي ما بده يتعذب، بده شخص بده سوري بده مستحضر معين دغري بيكبس اد تو كارت. هلا انت اذا بتكبسي على الاسم بياخذك على الصفحه اللي هي بتفسر عن الغرض اللي موجود. اوكي، فاذا بدي بتكبس يعني الاهون. مزبوط، هيك مثلا نحن حاطين الخيارين هيك. أوكي. حدا اذا بده يشتري بسرعه اللي بده يعرفه هيدا اللي بده يقوله هون او بتزيدي مزبوط او اللي بده ينقي. اوكي صح. نعم، كثير هينه القصه. ايه، باي ناو او اد تو كارت اذا بتكون تكفوا، يعني بدك تشتري شوبينج يعني نزيدهم على السله. مزبوط، بدنا اخر شيء نعمل تارت اوردر. بنحط الايميل او الموبايل فون نمبر، الاسم، منعبي كل المعلومات صحيح. وبعدين صح البوستل كود محل ما مكتوب 4 صفورة نحن بنكتب كمان 4 صفورة. ما بنغيرها. لا، هو بس 4 صفورة. أوكي. كرمال ما يضيعوا المشاهدين او الشخص اللي بده يشتري من عنا. اوكي، من بعد نعبي كل لون بنروح لكونتينيو تو شيبينج. هلا بدك تعبيهم هون، مجبور اعبيهم. بس انه هي هي العمليه كلها وخلص دغري بتصير ردي لورد بايت. ما عم نحكي بس بلبنان، وفينا ندفع على الكارت وكاش او كاش اون ديليفري. صح، مزبوط، بنوصل لجميع انحاء العالم كل البرودكت اللي موجودين عنا، فيهم يدفعوا باي كارد او يدفعوا كاش اون ديليفري. فنحن تركينا الخيار لانه العمله تبعنا هلا يعني كلنا لازم نتعامل فيها، فنحن بنقدر انه نستقبل دفع بالكارت باللبناني. طيب اليوم زاد شيء على الـ يعني البرودوي اللي عم بتحطوهن؟ نحن كل يوم منزيد، كل يوم منزيد مستحضرات جديدة، منزيد سيرفيسز جديدة. بيصير في عنا على طول على كل المناسبات عنا اوفرز، عنا ديسكاونتس، عنا خصومات على كتير اشياء، ومنجرب قد ما فينا انه يفوت يلي بده يفوت على الويب سايت المشاهد او الشخص اللي بده يطلب انه يلاقي كل شيء هو بده اياه. خلينا مرة الماضية عملنا طلبية وكانت سريعة جدا، نحن بالاستوديو استلمنا الفرندو. في يقول عن تجربة شخصية شيء كتير هيك فريش عن جد منيح ل يعني الحنجرة. رجعي ذكري هيك المشاهدين بهيدا وطعمته مثل طعمة العسل. عسل مش مثل عسل، هو فيه عسل. هو المستحضر فيه عسل، هو 100% طبيعي. كل الانجريدينتس فيه طبيعيين، بيحمل حنجرة بتستعملوه مرتين أو ثلاث أيام بالنهار حسب كل واحد. هو طعمته طيبة، يعني عطول بتحس كأنك عم تتحلى يعني. هيدا هو. مزبوط. على كل حال نتالي بعد كم أسبوع رح تصير بتغني. يحلى صوتي 100%. نعم، هلأ هي عم بالترغيل بعدين بتصير تغني.
شو مخلصين معي قلب الحكي بعد نعم. الغناء. فاذا فريندول في مثل ما قلنا للكبار وفي للصغار، سعره جدا جدا مقبول اكيد، اكسكلوزيف لكم. التوصيل بعده ساري المفعول بين يومين او ساعات بقلب لبنان، وخلال 4 أو 5 أيام عمل للخارج. مزبوط، بس نحن هلا عم نواجه شوي مشاكل لانه مع تسكير الطرقات والوكلاء ما عم بيسلموا، فعم نقدر يعني عم نضطر نطول شوي اكثر. بس الكل عم ينحكى، يعني نحن بنتصل بكل زبون، سوري بنتصل بكل زبون. نعم بنتصل بكل زبون بنقول له انه التوصيل رح ياخذ مثلا نهار اكثر او يمكن نهار اقل حسب كل مره. نعم بس هون لاحظت زايدين خدمه الواتساب بشكل سريع كان صح. مثل ما هلا رح نشوف على الشاشه دغري على يمين الشاشه في كبسه الواتساب بصير في تشاتينج مع الشركه. صح، انت بتكبسي يعني نيد هيلب، بتكتبي فيها اللي انت بدك اياه. اوكي بتكبك على الواتساب، اذا كنت فاتحه التليفون بتاخذك على الواتساب، اذا فاتحه واتساب ويب لازم تفتح الواتساب على على الديسكتوب كرمال تتواصلوا معنا. يعني سرعه سهوله وخيارات واسعة، في أحلى من هيك وقاعدين بالبيت. صح. خلينا نذكر الكاتيجوريز يلي عندكم إياه هون، في أشياء في عنا cosmetics and body care، في vitamins و supplements. نعم هلا نحن إذا بنكبس على الفلاش اللي حد كل اسم في خيارات واسعة سحولي هن. نعم الفيتامينز المام بيبي فيها كتير خيارات، هايجين تي وفتنس، وعم نزيد كمان اشياء جديده رح كمان تنزل كمان بيت لاين للحيوانات الاليفه. صح. الكلاب لكل اعضاء العائله طبعا. كلهم كل شيء موجود نقدر. مزبوط. وفي عنا كمان بس فوتي على الهوم بيج من برا، نحن حطينا على الصفحه الاوليه اللي هي المون اللبنانيه. صح. بس تكبسي على الاسم فوق على فارم زونز بيرجع بيرديك على الصفحه الاساسيه. نعم صح، بتنزلي لتحت في عنا حاطين صوره للمونه احيه، بس تكبس عليها دغري بتاخذك على المونه اللبنانيه. مزبوط اوكي. بنرجع نذكر www.farmzones هذا بالفرنسي .com، وبت يعني بتنقوا اللي بدكم اياه. عن جد سهل، يعني مثل واحد ماسك لي ايدك وعم يدلك على دغري. على كل ريون لتختاري شو بدك. على كل حال هيدي المونه هون على الصفحه، المونه الطبيعيه صارت مع مروان، بدنا صار جاهز لانه مروان اهلا وسهلا فيك. اكيد رشا حاموش اهلا وسهلا فيك، بدنا نقول لك يعطيك العافيه انت وكل الفريق العامل بفارم زونز، المديره التنفيذيه بفارم زونز اهلا وسهلا فيك. شكرا لك رشا، يعافيك. ثانك يو، شكرا لك. خليك